Hello, good morning, grade 6. Welcome in Sri Brave School. Now we will study a new lesson in Unit 2. Unit 2 كان بتتكلم عن الالكتريك انرجي. واتكلمنا في lesson 1 عن اللايت انرجي واتكلمنا ايه هما الحاجات السورس اوف لايت، وان احنا عندنا في ناتشرال سورس اوف لايت اللي هو زي السن، وعندنا الساينتست بدأوا ان هما يعملوا ارتفيشال سورس اوف لايت زي الالكتريك لامب او اللايت بالب وعندنا الفلورسنت لامب. طيب النهارده بقى عايزين نعرف الدانجرز بتاعه الالكتريستي اند هاو تو ديل وذ ات، ازاي نتعامل مع الالكتريستي دي وايه هي الدانجرز بتاعتها. طيب قبل ما نتكلم عن الدانجرز بتاعتها تعالوا نتكلم عن البنفيت بتاعتها، اكيد طبعا هي بنفيت لينا. طيب اول حاجه بيقول لي ان البنفيت بتاعتها it uses to cook food، ان احنا بنستخدمها علشان نعمل cooking للفود. تاني حاجة بنعمل preserve للفود دوت ان هو يكون cold عن طريق الريفريجيتور. طيب يبقى اول حاجة البنفيت بتاعة الالكتريستي used to cook food and preserve it cold، بتحافظ على الفود دوت ان هو يكون cold. تاني حاجة use to light houses factors street، بنستخدمها في اللايت بالب عشان نعمل lightning للهاوس والفاكتورز والستريتس. نمبر 3 عندي use in operating some machines such as radio، بنستخدمها عشان نعمل ماشين زي الراديو والتلفزيون والواشنج ماشين. طيب بعد كده بقى بيقول لي ان احنا عندنا الماتيريال اللي احنا بنستخدمها او الماتيريال اللي around us دي بيحصل لها classification into two type، اسمهم ايه؟ اسمهم electric conductor و electric insulators. طيب علشان نعرف ايه هما الالكتريك conductor والالكتريك insulator تعالوا نعمل الاكتيفيتي دي مع بعض او نشوف الاكتيفيتي دي. الاكتيفيتي دي تو كلاسيفاي سبستانس انتو الكتريك كوندكتور والكتريك انزليتور. الماتيريال اللي هنستخدمها في الاكتيفيتي دي الباتري وسمول لايت بالب اهي، والباتري اهي، وكونكتنج واير اهو، وتو بين هنستخدم بين، وهنستخدم ديفرنت ماتيريال وبيس اوف كورك وماتيريال كثيره جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل فورميشن للالكتريك سيركت، واحنا اخدناها في الليسون اللي فات. هنعمل سمبل الكتريك سيركت يعني ايه؟ يعني هيبقى معانا باتري و اللايت بالب اللي معانا والماتيريال دي ومعانا الالكتريك واير دي. كل شويه هنعمل بوت لماتيريال مختلفه وهنشوف اللامب دي بيحصل لها لايتنينج ولا لا. لو اللامب دي حصل لها لايتنينج يبقى معنى كده ان حصل ايه؟ حصل كوندكت للالكتريستي، فمعنى كده ان ده هيكون الماتيريال دي اسمها هيت كوندكت، اسمها الكتريك كوندكتور. طيب لو هي مش حصل لها لايتنينج لللامب دي يبقى معنى كده ان الماتيريال دي ما بتعملش كوندكت للالكتريستي وبالتالي تبقى اسمها electric insulator. طيب تعالى نشوف بقى حاجة. بيقول لي هنعمل place للميتاليك كوين دي between two beams to connect them together forming a closed electric circuit. يعني هنوصل الكوين والتو بينز ديت في السيركل بتاعتنا، هنلاقي observation بتاعي ان اللايت بال will light up، يعني اللي حصل lightning هنا وبقى bright. طيب بعد كده هيقول لي اعمل ريبيت للبريفيس ستيب دي، بس المره دي استخدم ماتيريال ثانيه. الاوبزرفيشن اللي عندي ان لايت بالب ويل لايت اب ان كيس اوف كوين، لما احط له كوين او كي او نيل او الومنيوم فويل. طيب دي الفيسز اللي حصل فيها لايتنينج للبالب اللي عندي. طيب البالب بقى مش هيحصل لايتنينج امتى؟ البالب لا مش هيحصل لايتنينج لما نعمل له بوتينج للبلاستيك رولر والريزر والوود اند كلوزز. طيب الكونكلوجن اللي عندي ايه؟ ان الماتيريال ار ديفايدد اكوردنج تو زير كوندكتيفيتي of electricity into electric conductor و electric insulators. طيب تعالوا بقى نرجع تاني. يبقى احنا هنا عرفنا ان الماتيريال بيحصل لها كلاسيفيكيشن انتو تو تايب. تعالوا بقى نتكلم عن طيب ونتكلم عن الديفينيشن والاكزامبل بتاعتها. اول حاجه الالكتريك كوندكتور. الالكتريك كوندكتور دي زي ار ماتيريال ذات الاو ذا فلو اوف الكتريستي ثرو ات، يعني اللي بتخلي او بتسمح الالكتريستي ان هي يحصل لها باسنج ثرو ات. زي ايه؟ لايك الميتال
material. اي metals بتعمل ايه؟ احنا طبعا عارفين ان من الشروط بتاعه الميتالز ان هي good conductor of electricity، فكل الميتال ديت electric conductor. زي ايه؟ زي النيل والكي والكوين والايرن بار اللي احنا استخدمناهم في الاكتيفيتي بتاعتنا اللي فاتت. طيب الالكتريك انزليتورز بقى، الالكتريك انزليتورز هنا هي الماتيريال that don't allow the flow of electricity through it. يعني هي الماتيريال اللي مش بتسمح لي الالكتريستي ان هي تعمل باسنج ثرو ات. زي ايه؟ زي البلاستيك والرابر والوود والجلاس زي ما احنا لسه قايلين. طيب اللي احنا بقى شفناه ده كله بالاكتيفيتي، تعالوا نشوفه بفيديو عشان نفهمه ونعرفه اكتر. Ductors and insulators. In this module you will learn about conductors and insulators. What we see here is a simple electric circuit which consists of a cell, a key, connecting wires, and a bulb. As we close the key, the bulb glows. This is because on closing the key, the circuit gets complete. An electric current flows through it, making the bulb glow. Now let us cut any one of the connecting wires. We observe that the bulb does not glow this time. This happens because the circuit breaks and electric current stops flowing through it. So, we now have two free ends of connecting wires. Let us connect these two ends to an iron nail. Hey, the bulb starts to glow. This means that the iron nail completes the circuit and allows electric current to flow through it. The materials that allow current to flow through them are called conductors. Certain non-metals like water and graphite, that is pencil lead, however, are conductors. Human beings too conduct electricity, as they have a large amount of water in their body. That is why we get an electric shock if we accidentally touch a live wire. To protect us from electric shock, all the connecting wires are covered with insulators such as plastic. Also, the handles of devices like pliers and screwdrivers used by an electrician are made of plastic. In this module you have learned, materials that allow electric current to flow through them are called conductors. Most metals and certain non-metals like water and graphite are conductors. Materials that do not allow electric current to flow through them are called insulators. Plastic, rubber and glass are insulators. شفنا في الفيديو الفرق ما بين الالكتريك كوندكتور والالكتريك انزليتور، وانا وعرفنا ان الالكتريك كوندكتور دي هي الماتيريال ذات الاو تو فلو الكتريستي ثرو ات او باس ثرو ات. زي ايه؟ زي كل الميتال، زي النيل والكي والكوين والايرن بار. طيب الالكتريك انزليتور قلنا هي الماتيريال اللي دونت الاو للالكتريستي ان هي تعمل فلو ثرو ات. طيب زي ايه؟ زي البلاستيك والرابر والوود والجلاس. طيب هنا ما بيقول لي في arrangement information، بيقول لي ان electricity reach our houses from electric power station، ان احنا المصدر بتاع electricity اللي بتوصل لنا او بتدخل في الhouses بتاعتنا هي من electric power station. طيب بيقول لي بقى اللي بيحصل فيها، بيقول لي where the electric current is transmitted through metal cables. هنا في كابلات اهي، ميتال كابلز مصنوعه من الميتال، بتعمل ايه؟ بتكون هانجينج، بتكون متعلقه ان هاي تاورينج بولز، في حاجات عاليه جدا
بيقول لي بقى ان these cables are covered with insulating material, مثلا material من البلاستيك مثلا. ليه بقى؟ which prevents the dangers of electric current from reaching the towering poles, عشان مش يحصل لها transmit او يحصل passing للالكتريستي دي للبولز دي, وبالتالي اي حد مثلا هيعمل touch للبولز ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له dangers كتيرة جدا. والمرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الدنجر بتاعت الالكتريستي دي بالتفصيل, وبكده هنكون خلصنا الليسون بتاعنا والبارت بتاعنا بتاع النهاردة.